إشكالية ما يتعلق مثل هكذا جهات. نحن لدينا مسألة انتشار واسع لمواقع تدعي أنها مواقع إعلامية أو منصات تدعي أنها منصات إعلامية موجهة للعراق، في كثير من الأحيان قد تكون للأشخاص اللي يديروها هم خارج العراق، لا يوجد لديهم تسجيل في داخل العراق، نسبة المتابعين لهم نسبة كبيرة، وبالتالي عملية الانتقال بالنسبة لهذه الأخبار يكون بسرعة لدى الجمهور، خصوصا في حالة عدم التحقق أو التدقق من البيانات المنشورة. الحكومة في مثل هكذا حالة عليها أن تتخذ عجلة إجراءات. الإجراء الأول هو ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، اتخاذ الإجراءات الخاصة بمطلقي هذه الإشاعات والبيانات، خصوصا ونحن لدينا قانون العقوبات ينظم مسألة قيام الأشخاص بتعمد نشر أكاذيب، نشر إشاعات تؤدي إلى تقدير الأمن العام وفقا لأحكام مادة 210، عقوبة قد تصل إلى الحبس، في حالات أخرى إذا كان الظرف حالة طوارئ أو حالة حرب ممكن أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات عقوبة السجن. كذلك حال فيما يتعلق ببث الأخبار أو البيانات الكاذبة اللي يتعمد بعض الأشخاص حتى وإن كانوا خارج العراق بإطلاقها بقصد تقدير الأمن العام، أيضا العقوبة التابعة لهم تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات. لعد بماذا تفسر بيان الحكومة اليوم بأنها تتعرض لهجمة مضللة؟ عندها قانون وباستطاعتها أن تمضي بالإجراءات القانونية الرادعة، ليش تنزل بيان وكأنما هي عاجزة عن اتخاذ إجراءات قانونية كافية؟ تأكيد هو البيان اللي صدر اليوم هو بيان أولي، يعتبر أنه الحكومة ستقوم بإجراءاتها التنفيذية ضد الجهات اللي تقوم بعملية تقدير الأمن العام أو بث الإشاعات. لكن أنا أعتقد من وجهة نظري نحتاج إلى تنظيم قانوني شامل فيما يتعلق بالنسبة للفضاء الرقمي أو وسائل التواصل الإلكتروني، خصوصا ما يتعلق بتنظيم عملية استخدام وسائل التقنية والاتصال، وأيضا ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية باعتبار أن العراق يخلو من هذا التنظيم القانوني في هذا الجانب.